موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام حافظ ابن حجر رحمه الله، ووصلنا إلى باب التيمم. ما زلنا مع كتاب الطهارة ووصلنا إلى باب التيمم. قلنا باب التيمم باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب التيمم، وباب مضاف والتيمم مضاف إليه. وتكلمنا عن الباب قبل ذلك، قلنا ما يدخل منه وما يخرج منه، هذا هو المعنى اللغوي والحسي للباب، ويستخدم هنا بالمعنى المعنوي أي الدخول في مسائل مخصوصة، سائل مخصوصة جمع بعضها إلى بعض من هذا تدخل تحت هذه الترجمة اللي هو التيمم. واضح؟ ماشي. باب التيمم. التيمم لغة القصد. تيمم الشيء أي قصده، تيمم المكان الفلاني أي قصده، تيمم الأمر أي قصده. فالتيمم لغة القصد. وفي الشرع القصد إلى الصعيد هو التراب الطيب أو وجه الأرض، إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. ده التعريف موجود في السبل أو غير ذلك. استباحة الصلاة عندنا تعريفه في الشرع القصد إلى الصعيد، صعيد اللي هو وجه الأرض، صعيدا طيبا وجه الأرض، ماشي، لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، أي ونحو الصلاة مما يشترط له الطهارة. وعرفه بعض أهل العلم أيضا بأنه التعبد لله بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة. الصفة المخصوصة اللي هي الوجه والإيه؟ واليدين، صفة معينة تأتي يعني في وصف التيمم. فده تعريفان شرعيان للتيمم، أحدهما القصد إلى الصعيد اللي هو وجه الأرض، الصعيد الطيب، ماشي، لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. والتعريف الآخر التعبد لله بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة. التعبد يبقى دي عبادة، طاعة، تعبد، ولذلك الأصل فيها التوقف، لابد أن تكون واردة في الشرع لأصلها ووصفها، لأن الأصل في العبادة أنها توقيفية، لابد أن يرد الشرع بها. طيب، قلنا هنا في أحد التعريفين بنية استباحة الصلاة، والتاني ما ذكرش. ده مبني على خلاف بين أهل العلم في هل التيمم طهارة زي المية زي الماء اللي هو مديل عنها، أم أنه لاستباحة الصلاة، ليس طهارة شرعية كاملة، إنما هو بدل يعني الشرع نقلنا إليه عند عدم الماء أو تعذر استعماله، فقالوا لاستباحة العبادة، استباحة الصلاة، فقالوا أنه مجرد مبيح للصلاة ونحوها مما يشترط له التيمم. والقول الآخر
قال أهله إنه طهارة. طيب هل سينبني على هذا الخلاف أثر أو أثار، أن يكون هناك أثر مبني على هذا الخلاف؟ نعم، وسيتأتى هذا. سيتأتى إن إيه اللي قالوا إنه مبيح هيترتب عليه إنه لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة. دخل وقت الصلاة خلاص بيتيمم، يتيمم في غير وقت الصلاة للنافلة بقى. وإنه إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم. من اللي قالوا إن التيمم مبيح لاستباحة العبادة الصلاة. أما اللي قالوا طهارة بديلة قالوا زيه زي اللي حكم الإيه؟ ما ينوب عنه هو الوضوء أو الغسل، فيجوز قبل الوقت، لا يشترط دخول الوقت له ولا يبطل بخروج الوقت زي ما هيجي. طب يبقى انبنى على هذا الخلاف أمر أو أثر، وهو اللي قالوا إن التيمم لاستباحة الصلاة قالوا والله في الحالة ديت إن هو ليس لك أن تتيمم عند عدم الماء أو تعذر استعمالي لمرض ونحوه إلا بعد دخول الوقت. طيب وإنت لازلت على تيمم لم ينقض تيممك، يعني تيممت ولم ينقض تيممك بأي ناقض من النواقض التي أتى، وخرج الوقت انتهى وقت ودخلنا في وقت ليلة تالية، يقول لك خلاص بطل التيمم، لازم تتيمم لكل صلاة، وتيممك عن الفريضة، وتيممك يكون بعد الايه؟ دخول الوقت. دول اللي قالوا ايه؟ ان التيمم ايه؟ مبيح. اما اللي قالوا لا التيمم طهارة. طهارة. ازاي يا جماعة؟ قالوا لا، فلا يشترط لا دخول الوقت ولا يبطل بخروج الايه؟ الوقت. وده القول الراجح. ليه؟ قالوا والله الحديث بيقول الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين. طهور المؤمن. فقالوا طهور، الشرع سماه طهور، الشرع سماه طهور. وهيجي دلوقتي في الحديث ان جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فقالوا فالشرع اطلق عليه وسماه ووصفه بانه طهور. يبقى نقف عند ما ورد الشرع سماه كده. ثانيا قالوا هو بديل عن الوضوء او عن الغسل، فيقوم مقامه ويأخذ أحكامه. لذلك ده كان القول الراجح. بس طهور إيه؟ مؤقت إلى حين حضور الماء. يعني هذا الطهور مؤقت وليس مطلقا، بمجرد ما يحضر الماء يبطل خلاص بطل التيمم. وهي تفاصيلها. يبقى أنا عندي التيمم ذكرنا تعريفه، وقلنا التعبد لله بمسح الوجه واليدين على صفة مخصوصة، أو القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، ماشي. وبينا خلاف أهل العلم في هل التيمم طهارة أم أنه مجرد مبيح للصلاة، وبينا أن العلماء في ذلك على قولين. ثم هل ينبني على هذا الخلاف عمل أم لا؟ الراجح قلنا أنه طهارة. طب ينبني عمل أو ينبني على ذلك أثر؟ قلنا نعم ينبني على ذلك أثر، إن اللي قالوا أنه مبيح يبقى تتيمم لكل صلاة، والتيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت، يعني الأذان يبدأ يأذن تتيمم، وإذا خرج الوقت بطل التيمم. واللي قالوا أنه طهارة قال لك لا يشترط دخول الوقت ولا يبطل بخروج الإيه؟ الوقت. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. طيب احنا بقى التيمم قلنا طهارة بديلة، يبقى معنى هذا انه لا يكون الا عند عدم وجود الماء او تعذر ايه؟ استعماله. يعني عدم وجود الماء، الصلاة دخلت والماء غير موجود ولا يمكنك ان تشتريه، ليس معك مال او لا يمكنك أن تشتريها، مش قادر توفره بأي وسيلة من الوسائل، وما فيش مية، و هيبقى باجد بعد شوية هل تأمل إن هو هيجي آخر الوقت أم لا، هيجي تفصيل دي. لكن أنت التيمم
لابد من فقدان الأصل حتى أصير إلى الفرع، لأن التيمم فرع عن الأصل، الأصل الطهارة بالماء، ولذلك إذا وجد الأصل لا يجوز أن ننتقل إليه للفرع، إنما ننتقل للفرع عند فقدان الأصل. وزي كده ربنا قال إيه؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فكان شرط هذا عدم وجود الإيه؟ الماء. لكن انت لا تجده، لا تستطيع ان تشتريه، لا تستطيع ان تبحث عنه في مسافات كبيره، لا 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 لا, 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 لا يمكنك تحديداتها كلها، ما فيش دليل عليها، لكن يعني ايه تخرج عن الايه عن القدره والطاقه في البحث مسافات بعيده ما تقدرش تصلها او بمشقه شديده لا تحتمل او نحو هذا. طيب يعمل ايه؟ يتيمم. وده من جمله تيسير الشريعه ومظاهر التيسير، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. انتبه معي. ومن مظاهر رفع الحرج، الشريعة جاءت برفع الحرج عن المكلفين. التيمم ده أحد مظاهر رفع الحرج، وأحد مظاهر يسرية الشريعة أو يسر الشريعة. انتبه معي. الشاهد يا جماعة، يبقى عند فقدان الماء أو الماء موجود لكن يتعذر استعماله، موجود لكنك مريض، ولو استعملته لتأخر برؤك أو لهلكت، تعذر الاستعمال، فأصبح كده في حكم إيه؟ المعدوم، في حكم المعدوم. في الحالة دي أيضا تعمل إيه؟ تتيمم. يبقى التيمم يكون شرطه عدم وجود الماء أو تعذر إيه؟ استعمال الماء. واضح يا جماعة؟ أو تعذر استعمال الإيه؟ الماء. وبينا مسألة الإيه؟ إنه هل هو طهارة أم مبيح للصلاة؟ والراجح انه طهارة، وان العلماء على قولين في هذا، والراجح انه طهارة. وبينا الاثر المنبني على الايه القولين، قول بانه مبيح للصلاة يبقى يشترط دخول الوقت ويبطل بخروج الوقت، ولكل صلاة تيمم. القول بانه طهارة وده الراجح، لا يشترط دخول الوقت ولا يبطل بخروج الوقت. وبينا كذلك ان ايه اني قلنا لا يبطل، واخبرك اهو، وان دي الطهاره مؤقته، يعني بمجرد وصول الماء خلاص ايه وجب الايه بطلت الايه الطهاره. طيب مساله قبل ان ندخل برضه في الاحاديث، هل يشرع التيمم لازاله النجاسه عن البدن، لوجود النجاسه التي لا تتمكن من ازالتها على بدنك، عندك في نجاسة على البدن ولا تتمكن من إزالة هذه النجاسة أو لعدم وجود الماء، الأصل في النجاسة أنها تخطئ، فهل يشرع التيمم؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. الإمام الحنابلة عندهم رواية بأنه يتيمم إحنا خلاص التيمم للحدث ده معلوم، حدث الأصغر والأكبر التيمم إذا فقد الماء أو تعذر استعمال حد مريض واستعمال الماء سيضره، أو الجو برد شديد ولا يجد ما يسخن به الماء، خلاص ما فيش مفر في الشتاء قارس ويمرض زي حديث عمرو بن العاص، أو حد ولا مريض ويتعذر الاستعمال. واخدين بالكم؟ خدوا بالكم يا جماعة، الناس التيمم ولا أمر مهم جدا، لأن الناس بتسأل كثيرا، بتحدث تجد حد عامل عمليه، خدت بالك، عمليه واصابته جنابه، ماذا يصنع؟ طب الوضوء ممكن يتوضا لكن الغسل مش هيقدر يغتسل، نقول له تيمم، ولو استعمل الماء هتضره العمليه. امراه عامله عمليه وكانت في حيض ثم طهرت من حيضها، ماذا تصنع؟ كل دي اسئله بتعرض علينا، انتوا واخدين حمل في نفاس وفي عمليه قيصريه ثم طهرت، يعني مفيش خلاص الدم بينزل وطهار، مفيش ثلاث اربع خمس ايام وطهرت، رأت طهرا، ما تصنع؟ والعمليه لو اغتسلت لا تضررت، يقول لها تتيمم، لحد ما الاطباء يقولوا خلاص الاغتسال لا يضر، وهكذا وهكذا. الشاهد احنا بقى، فمعلوم ان التيمم في رفع الحدث الاصغر او الاكبر. الحدث الاصغر بالميه الطهاره الواجبه في حقه الوضوء، طب والحدث الاكبر الغسل، طب والتيمم صفه واحده عن الغسل، وهي مسح الوجه والكفين.
صفته زي ما تهبت واحده، سواء كان عن الايه الغسل او الايه او الايه الوضوء، صفته واحده. يعني في الميه احنا عندنا نوعان من الطهاره، طهاره بالوضوء الحدث الاصغر المعلوم وتكلمنا فيه تفصيلا قبل هذا، وطهاره بالغسل. اما في التيمم فطهاره واحده وصفه واحده زي ما يتهت هذا، مسح الوجه والايه واليدين. قلنا بقى طيب في نجاسه على البدن ومفيش ميه تزيل بيه هذه النجاسه، ايه اللي تعمله؟ تتيمم. دي روايه عند الحنابله، يتيمموا للنجاسه ايضا، لرفع النجاسه او ازاله النجاسه. وروايه اخرى عند الحنابله لا، لا يشرع الا لرفع الحدث، لا يشرع لان مفيش فايده، هو مش هيزيل النجاسه فلا يرجع الا ايه؟ ايوه تزيلها ما استطعت باي مزيل او اي غيره، لكن خليك خلاص مش عارف تزيل بقى ازاله تامه. خدت بالك؟ قال لك ايه؟ تتيمم. دي روايه عند الحنابله. الروايه الاخرى لا، وهي وهذا مذهب الائمه الثلاثه الاخرين. الامام اخبارك هذه الروايه موافقه، يبقى عندنا روايه عند الحنابله توافق مذهب الثلاثه الاخرين مالك واحمد وشافعي، واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يشرع التيمم لرفع النجاسه او لازاله النجاسه، بل التيمم لرفع الحدث فقط. وهذا هو الراجح، وهذا هو الايه؟ الراجح. طيب تعال نبدا بقى نقرا في الاحاديث، كان لازم المقدمه ديت الفقهيه عن التيمم وعن تعريفه وبعض احكامه، ثم سترد التفاصيل تباعا في شرح الاحاديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي. وذكر الحديث ده، كده جاب ثلاثة، في اثنين تانيين ليه؟ وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، دول ما ذكرهمش وهنشرحهم برضه في الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، يعني زيادة في حديث حذيفة. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد، يعني دي بقى عند في المسند عند أحمد زيادة تانية: وجعل التراب لي طهورا. طيب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل. في هذا الحديث بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل بخصائص لم تعط لغيره صلوات الله وسلامه عليه. وفي كل هذه الأشياء الخصائص دلالة واضحة على سمو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد الأولين والآخرين، والذي خصه الله عز وجل بخصائص لم تعط لأحد سواه صلوات الله وسلامه عليه. وهي ليست، وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم ليس منحصرا في هذه الخمس. انتبه معي، أعطيت خمسا مش معناه ان ايه؟ ان هذه الخمس وفقط، لا، انما دي على سبيل التمثيل. واما ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كثير، ومذكور في احاديث اخرى غير هذه الايه؟ غير هذا الحديث. ايه هم الخمس؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر. مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل نصره بالرعب. يعني ايه نصره بالرعب؟ اي يلقي الرعب في قلوب اعدائه قبل أن يصل إليهم بمسيرة شهر. والمقصود مسيرة شهر بالإبل، لأن الحديث كان بيتكلم عن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر بالإبل. قبل مسيرة شهر يقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قادم ليقاتله أو ليغزو، أو يعلمون بأي طريقة من طرق الإيه وسيلة وسائل العلم
أن النبي قد قصدهم يصابون بالرعب والخوف الشديد، وهو إن لم يكن من أعظم الجند وأسباب النصر، يعني أعظمها، إن لم يكن أعظمها فهو من أعظمها، من أعظم ما يصيب، من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الجيش بالهزيمة أن يصاب بالرعب والخوف، لأنه لا يستطيع أن يثبت، لا يستطيع أن يثبت، وينهار سريعا ويفر ولا يتمكن من إقامة القتال على وجهه. ولذلك ده من يعني الرعب والخوف من الجنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله عز وجل مما نصر به رسوله صلى الله عليه وسلم وخصه به أنه يلقي الرعب في قلوب أعدائه فينهارون ولا يثبتون أمامه ويصابون بهذا الرعب قبل أن يصل إليهم بمسيرة شهر صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بأمته؟ الراجح أنه لأمته أيضا إذا التزموا سنة النبي، إذا أقاموا الدين كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله عز وجل هذه المزية، فيلقي في قلوب أعدائهم الرعب منهم قبل أن يسيروا إليهم بمسيرة شهر. انظر معي، بشرط أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم عوامل النصر، كما أن من أعظم أسباب الهزيمة كما رأينا في أحد وفي غيرها وفي التاريخ كله معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أعظم أسباب اضمحلال الأمة وضعفها اليوم وتسلط الأعداء عليها وما يصيبها أمران، أعظم الأسباب أمران: فشو الشرك وعدم تحقيق التوحيد، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تحقيق الاتباع له. فإن أرادت الأمة أن تنتصر على عدوها يلزمها أن تحقق التوحيد وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الحاجة الثانية من الخامسة خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أن جعل له الأرض كلها مسجدا إن وطهورا، أن يتطهر منه بالتيمم عند تعذر وجود عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله. هذه خاصة خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتب قبل كده لا، قبل كده ما كانش موجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. أي نبي من الأنبياء؟ هذا عند البيهقي. أي نبي من الأنبياء لم يكن يصلي حتى يصل المحراب بتاع المكان اللي شرع له الصلاة فيه. ويقول أيضا فيما رواه الهيثمي بسند رجاله ثقات، قال: وكان من قبلي لا يصلون إلا في كنائسهم، يعني الأماكن التي شرعت لهم الصلاة والعبادة فيها، لكنه لو ظل بعيدا عن هذه الأماكن لا يصلي. الله عز وجل خص أمة محمد بهذه الخاصة، المساجد أشرف الأماكن، وطالما المساجد موجود يصلون في المساجد. طيب، فاتوا الصلاة في المسجد أو المسجد مغلق أو في مكان ما فيش مساجد وحضر وقت الصلاة، يصلي. المسجد الأرض كلها مسجد، طبعا إلا ما أتى الدليل بتخصيص سأذكره الآن واستثناه، إلا ما أتى ماشي يا أخوانا، إلا ما أتى ليه إلا ما أتى الدليل واستثناء من الأرض، الأرض كلها الأصل أنها طهور، إلا ما استثناء هنذكرهم دلوقتي، واضح؟ وكما قلت لكم وطهور، يعني ولذلك قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ليه؟ لأن عنده مسجده وطهوره.
فيش مية لا يجد الماء يتيمم، المسجد بعيد أو لا يوجد مسجد يصلي في الأرض، أرض طويلة. هذه خاصية خاص الله عز وجل بها نبينا وأمة محمد، تبهوا لهذا الفضل علينا، فضل الرب علينا، وهذا التيسير من الله عز وجل واضح. بخلاف الأنبياء السابقين لم يكونوا هكذا. طيب الأرض كلها مسجد ولا في استثناء أتت الأدلة به للأماكن التي لا يجوز فيها الصلاة، طب ما لا يجوز فيها الصلاة زي ايه؟ المكان النجس. والدليل على ذلك لما بال الأعرابي في المسجد النبي قال هريق عليه، ها ايوه، على بوله ذنوبا من ايه؟ من ماء. هريق على بوله ذنوبا من ايه؟ من ماء. فدل هذا على ان الارض يجب ان تكون طاهره، اي شرط الطهاره في الصلاه يشمل طهاره البدن، ماشي، حدث اصغر والاكبر، ومن النجاسه طهاره الثوب من النجاسات، وطهاره الايه؟ الارض من النجاسه. فيبقى الارض اللي فيها نجاسات لا يجوز الايه؟ الصلاه. عندنا الحديث واضح يا جماعه، وزي ما ربنا امر النبي طاهر بيتي للطائفين والايه؟ ايوه العاكفين ركع السجود، فتطهير المكان. اثنين، يبقى المكان ده مستثنى، جعلت لي الارض، يبقى مش كل الارض، المكان النجس منها لا يجوز الايه؟ الصلاه فيها. كذلك المقبره لا يصلى، ليه؟ الحديث لا تصلوا الى القبور، وحديث الارض كلها مسجد الا بسند لا باس به الا الايه؟ المقبره والايه؟ والحمام. يبقى انا عندي اذا كان لا تصلي الى القبر، لا يجوز انك تضع القبر بين يديك وتصلي، سدا لذريعه الشرك ومنعا منها، فما بالك بالصلاه فين؟ ها؟ وسط القبور فيها، واضح؟ طيب والمقبره لا تشرع فيها الصلاه. وكذلك الحمام، الحش والحمام، اماكن الخلوات، اماكن الخلاء، كل هذه ايه؟ مستثناة لا صلاة فيها، لا يصلى فيها. طيب عندنا كذلك معاطن الابل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. اماكن اللي الغنم بتبات فيها او تمكث فيها. طب في معاطن الابل؟ قال: لا. طيب هل عدم جواز الصلاة في معاطن الإبل سببه أنها نجسة؟ لا، لأن الإبل يؤكل إيه؟ لحمها، ماشي، فبولها وروثها ليس نجسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول لك الكلام ده قبل ذلك شرح الأحاديث، أذن للعرانيين أن يشربوا أبوال الإبل وإيه؟ وألبانها للعلاج، ماشي، أبوال الإبل وألبانها. فإذا أمال إيه؟ إنما لأنها مأوى الشياطين، معاطن الإبل مأوى الشياطين، فلم يستشرع الصلاة. السماعة في حاجة؟ مين اللي لطفي السماعة؟ ماشي يا اخوانا، يبقى احنا قلنا ايه؟ ها يبقى استثنينا ايه؟ استثنينا من الارض المقبره والحمام والحطاب، تمام، ماشي، كل ده مستثنى من الايه؟ ها، من الايه؟ من الايه؟ من الارض مستثنى، والارض المغصوبه، والارض الايه؟ المغصوبه، اي التي مسروقه او اخذت عنوه، او واحد اجر ايجار قديم مش داخل فيها. طيب الصلاه في الارض المغصوبه تصح او لا تصح؟ خلاف بين العلماء، والراجح صحه الصلاه مع الاسم، مع اسم الايه؟ الانفكاك الجهه، مع اسم الغصب. ده مستثنى من الايه؟ قول النبي: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. طيب فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي، هل هذا خاص بالرجل؟ لا، ده بس على سبيل الايه؟ التغليب. لكن النساء شقائق الايه؟ الرجال. حكم يشمل الرجل والايه؟ والمراه، كما انه يجوز للرجل ان هو يتيمم ويصلي
في أي مكان في الأرض إن لم يجد مسجدا وإن لم يجد ماء يتاء، كذلك المرأة، لأن النساء شقائق الإيه؟ الرجال في الأحكام، إلا إذا ورد ما يخصص، إلا إذا ورد ما إيه؟ ما يخصص. طيب كذلك قلنا بقى إيه؟ طيب الأرض في خلافنا وقع، عندنا الزيادة جعلت تربتها لنا طهورا، والتراب جعل التراب لي طهورا، فهل يشترط في الأرض أن تكون ترابا حتى يتمكن الإنسان أو حتى يتيمم الإنسان، يعني لابد من التراب؟ هذا خلاف، ماشي، هذا خلاف واضح بين العلماء، إن يشترط منهم من قال باشتراط التراب، ومنهم من قال لا يشترط، إنما صعيد الأرض، وهذا هو الراجح، الصعيد الإيه؟ الطيب طهور المؤمن، سواء كان هذا الصعيد وجه الأرض، اللي هو وجه الأرض يعني، كان ترابا أو كان تربة سبخية أو رملية أو كان صخرية، منطقة كلها التربة فيها صخرية ولم يجد الماء، ماذا يصنع؟ يضرب على الأرض ويتيمم، صعيد وجه الأرض عموما. طيب هتقول لي ما هو قالها وجعل التراب، هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، فإذا كان موافقا لحكم العام، ماشي، موافقا لحكم العام فلا يعني هذا التخصيص، فلا يعني هذا ليه التخصيص، امتى بقى يعني يفيد التخصيص لو ذكر بعض أفراد العام؟ ها، امتى يفيد التخصيص؟ لو ارتبط او ذكر فيه وصف علق الحكم او اقتضى الحكم، زي ايه؟ اكرم الطلاب ثم قلت لك اكرم المجتهد من الطلاب، يبقى في الحاله دي ايه اللي يكرم؟ مين؟ لان هذا الوصف المجتهد فقط، لان الوصف ده هو اللي اقتضى التكريم، لكن لما يقول جعل لي التراب طهورا بس ما فيش اي، ده التراب ده احد انواع التربة، احد انواع الارض، طيب وما فيش، وده فرد من افراد العام، وما فيش وصف مذكور يقتضي ارتباط الحكم به، في الحالة دي لا يفيد التخصيص، لا يفيد ليه التخصيص، يبقى الراجح ما ذهب اليه من قال من اهل العلم ان الارض كلها ايه، بشرط ان تكون طيبة يعني طاهرة فيش فيها نجاسة، لان الصعيد الطيب، الصعيد الايه؟ سواء كانت بقى ترابية او رملية سبخية صخرية، اي صعيد لوجه الارض ما دام انه طيب يجوز ان يتيمم به، ان يتيمم به. طيب واعطيت الشفاعة، واعطيت ليه الشفاعة؟ اعطيت الشفاعة دي برضو ايه؟ خاصية ذكرها النبي. طيب أي شفاعة؟ والأنبياء لهم شفاعة، المقصود بالشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى اللي هي شفاعة الفصل الخطاب بين أهل الموقف، لأن الشفاعات الأخرى موجودة للأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، بل ومن دون الأنبياء لهم أن يشفع، لهم شفاعات، انتبه معي، الشهيد بيشفع والمؤمن بيشفع انتبه، فالشفاعة اللي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، شفاعة ايه؟ في فصل الخطاب، وبرضه شفاعة في استفتاح الجنة من خاصة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه الشفاعة في تخفيف النار عن بعض اهل النار، بس المقصود هنا في الشفاعة وطيط الشفاعة اللي هي الشفاعة العظمى اللي بعد ان يطلبها الناس من اولي العزم، ايه بالك، الفضل الرسل، بعد ان يرد يلهم الله عز وجل يوم القيامة الناس في يوم يعني عصيب الأهوال شديدة، نشيب الفتيان من هوله، شمس فوق الرؤوس، الناس حفاة عراة غر، 70 عاما على ذلك، والرب عز وجل لم يأتي لفصل الخطاب، واشتد الكرب جدا بأهل الموقف، حتى إن منهم من يتمنى أن يفصل الخطاب ولو يذهب إلى النار، ظنا منه النار أهون من إيه؟ مما هو فيه، مما هو فيه، نسأل الله السلامة والعافية. فيلهم الله عز وجل الناس طلب الشفاعة، فيذهبون إلى الأنبياء، إلى آدم ونوح عليه السلام وإبراهيم
وموسى وعيسى، وكل منهم ها يحيل على من بعد، منهم من يذكر يقول نفسي. الحديث طويل طبعا، وحديث رائع وجميل وفيه فوائد عظيمة ترقق القلب، تبين انتبه معي تنا آدم عليه السلام يطلبون منه فيقول يذكر معصيته نعاصر. ذهبوا إلى نوح أول رسل الله إلى الأرض، تنا نوحا أنت أول رسل الله وسماك الله عبدا شكورا، يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وكانت لي دعوة مستجابة فدعوت بها على قومي. ذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم أنت كليم خليل الله عليه السلام، وفاشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، اشفع إلى ربك. وهذه جمل متكررة مع كل الأنبياء، أنا أورد سريعا الحديث معناه. فيقول نفس إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ذهبوا إلى وقد ثم يذكر يعني كذباتي وكلها في ذات الله عليه السلام. اذهبوا نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى يأتون موسى ويذكر أيضا ما قتله للإيه للنفس التي لم يؤمر بقتلها. ذهبوا إلى عيسى ويأتون عيسى لكن لم يذكر ذنبا ويقول ذهبوا إلى محمد، لأن هذه الفضيلة وهذا الشرف اختص الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليري أهل الموقف جميعا فضله وفضيلته، انتبه معي، ليشهد أهل الموقف بمختلف أممهم وأجناسهم وألوانهم فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام المحمود، انتبه معي، الذي وعده ربه عز وجل به، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى في القرآن جزم يبعثك مقاما محمودا. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت عرش الرحمن ويلهمه ربه عز وجل محامدا وتسابيح لم يلهمها إلا في هذا الوقت. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الشفاعة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت هذه الشفاعة وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. أحل الله عز وجل للنبي الغنائم، وهي ما يؤخذ من الأعداء في الحرب، حربيين في الحرب، تبه معي، خلاف في الصلح، إنما في الحرب ما يؤخذ من الأعداء يسمى غنيمة. الغنائم دي كانت لا تحل قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأي نبي من الأنبياء، تبه معي، كان يأخذها يجمعها بعد الحرب ثم تنزل النار فتأكلها، تنزل النار. وده اللي في الآيات لما يقولوا إيه ها بقربان تأكلوا ليه عايزين القربان يقصوا الغنائم. انتبه، الله عز وجل انتبه معي خص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بأن أحل لهم ليه الغنائم، صارت حلالا لهم، صارت حلالا لهم وحلت له دون غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ده إيه الحديث بالخمس المذكورة التي خص الله عز وجل بها نبيا. من الأحكام المستفادة سريعا ها إن جميع الأرض قلنا مكان للتيمم إلا ها ما استغيه إلا الأرض النجسة، لازم يكون صعيد طيب، صعيد إيه طيب، وكلها مكان للصلاة إلا ما استثنينا، إلا ما ذكرنا واستثنيناه اللي هو ليه ها أيوة الأرض المكان النجس المغصوب المقبرة والحمام معطن الإبل سليم والمقبرة ماشي يا جماعة طيب. قلنا كذلك اهو لا يجب طلب الماء قبل دخول الوقت، يعني هو بيفضل منتظر دخول الوقت خلاص بيبحث عن الماء في المقدور في الأماكن المقدورة والمضان. طيب خلاص لم يجد ماء ولا يستطيع أن يشتري ماء يعمل ايه؟ جاز له ليه التيمم. طيب هل لا قلنا المسافة ما يعني اللي يعجز عن خلاص ما بعدها ماشي. طيب هل يشترط أن ينتظر إلى آخر الوقت؟ ها الراجح لا، إلا إذا كان يرجو حضور الماء قبل خروج قبل انتهاء الوقت. قبل إيه انتهاء الوقت؟ طيب إذا ضاق الوقت ماذا يفعل؟
وجب عليه التيمم، وجب عليه الايه؟ وفي هذا دليل على ان، لان الصلاه كانت عندنا كتابا موقوتا، يعني لا يجوز ان يؤخر الصلاه بعد خروج الوقت ولو كان يرجو مجيء الماء، ولو كان متاخر حتى مجيء الماء. ليه؟ لان انت متعبد ان تصلي الصلاه في وقتها، والوقت هو اكد شروط الصلاه. ولذلك اذا كان سيخرج الوقت تصلي على حالك، تصلي ولو لم تجد ماء تتيمم، ولو لم تجد ما تستر به عورتك تصلي ولو عريانا، ولو عريانا. انتبه معي، فالصلاه الوقت اكد شروط الصلاه، انما يؤخر لاخر الوقت لو كان يرجو مجيء الايه. طيب اذا كان لا يرجو مجيء الماء يصلي الصلاه على اول ايه، يتيمم ويصلي الصلاه على اول وقتها. طيب جاء الماء بعد ما فرغ من الصلاه، احنا قلنا قبل كده وهنقولها بعد كده، فرغ من الصلاه وجاء صلى الصلاه خلاص برأت ذمته، مش مطالب بالاعاده، مش مطالب بالايه؟ بالاعاده. طيب والصلاه شغاله، الراجح يخرج من الايه؟ من الصلاه ويتوضأ، وده الراجح على خلاف بين العلم. طيب قلنا والرجال والنساء ايه؟ سواء في هذا الايه؟ في هذا الايه؟ الحكم. طيب كذلك من فوائد هذا اللي طبعا في هذا الحديث فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة الايه؟ النبي، وبيان ما خصه الله عز وجل به صلوات الله وسلامه عليه، في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيه ايضا جواز النسخ في الاحكام سواء داخل الشريعة الواحدة او بدليل ايه؟ بدليل ايه؟ ان النبي احل له ما حرم واعطي ما لم يعطى غير. خدت بالك في جواز نسخ، وده يجي في باب النسخ في اصول الفقه هنتكلم، وبنرد على الذين قالوا ايه؟ اليهود الذين قالوا بعدم جواز الايه؟ النسخ. واضح؟ اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. وفي ثبوت الشفاعه، ثبوت الشفاعه ايضا في الحديث، ثبوت الايه؟ هنا عندنا الشفاعه انواع، الشفاعه العظمى اللي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. طب والشفاعات الاخرى ثابته ايضا، ثابته خلافا لمين؟ شفاعه لمرتكب الكبيره، ثابته خلافا للخوارج والمعتزله، خلافا للخوارج وليه؟ الذين لا يثبتون الشيء وكلامهم باطل ومردود بنص. ليه؟ لانهم يكفرون مرتكب الكبيره، وبناء عليه يرون ان من مات مرتكب كبيره اللي بيكفروا طبعا الخوارج، اما المعتزله بيقولوا في منزله بين المنزلتين، بس الاثنين متفقتان على ايه؟ على انه يخلد في النار، فما فيش شفاعه. انتبه، وده كلام باطل خلاف الادله المتواتره، المتواتره حديث الشفاعه حديث متواتره ماشي، حديث ايه؟ ما فيه ثبوت الايه؟ وحل الغنائم لامه محمد دون غيرها، دون ايه؟ غيرها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.